النهاردة كان في مؤتمر صحفي مهم للسيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي والسيد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. أكد فيه الدكتور الببلاوي أن قانون التظاهر سينفذ بكل قوة وبكل حرص، وأكد أيضا أن القانون تعرض لحملة ظالمة وأن العقوبات في القانون ليست على المتظاهر ولكن على من يخل بحق التظاهر، وأضاف أن القانون موجود في كل الدول الحديثة. أشار أيضا دكتور الببلاوي إلى أنه جرى افتعال أحداث للتلويح بأن الشارع يمكنه إسقاط قانون التظاهر، وأكد أن الدولة جادة جدا في تطبيق هذا القانون. أضاف أن هناك من تعمد تحدي إرادة الدولة وقام بمظاهرات كل الغرض منها إحداث عنف وإثبات أن الدولة غير قادرة على إنفاذ القانون، ولو نفذته فيكون بتكلفة عالية، وأكد أننا لن نقع في الفخ ولم نستخدم العنف ضد المتظاهرين. وصف ما يحدث في الجامعات بأنه لا يتفق مع ما تتطلبه الجامعة، وأكد أنه لا يجب وضع سقف توقعات غير قابل للتحقق، وأنه الوقت ليس وقت للمطالب ولكنه وقت لتحمل المسؤولية. أشار أنه قضية الأمن لم تحل بنسبة 100% ولكننا أكثر أمنا من ذي قبل، وأكد أننا لم نعرف على وجه اليقين ما الذي وراء مقتل طالب الهندسة بجامعة القاهرة، وإن كانت هناك تقارير تشير إلى أن الضرب جاء من داخل الجامعة برصاص لا تملكه وزارة الداخلية، ونحن ننتظر التحقيقات. وأكد على احترام القانون ودولة القانون.